لو الحكاية فيها إن فيجو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأرحب بكم في دار الإفتاء المصرية. أيها الحضور الكرام، وأرحب بصفة خاصة بجريدة اليوم السابع، هذه الجريدة التي تضع أيدينا على الحقائق بوضوح، وهذه الندوة هي ندوة علمية في المقام الأول، نريد أن نوضح من خلالها بعض النقاط، وهي نقاط أراها مهمة في معالجة قضية الإيداع لدى البنوك. فأقول أولا بأن فقه التعامل المالي احتل مساحة واسعة ودراسة مستفيضة عند فقهاء المسلمين، ويكفي أن تطالع أي كتاب من كتب الفقه الإسلامي لتجد هذه المساحة التي تبدأ من خلال تفريعات جزئية تخص مسائل بعينها. هي منطلقة هذه التفريعات وهذه المسائل من قواعد وأصول مرعية عند من يفرع وعند من يجتهد ويقول بهذه المسائل. لكن الذي نريد أن نخرج منه هو هذا الإطار العام الذي استنبطه الفقهاء فيما بعد من خلال تتبعهم لهذه القضايا الجزئية والمسائل الفرعية، للوصول إلى أمر كلي، للوصول إلى إطار عام، للوصول إلى قاعدة. ولعل فيما كتبه العالم الكبير الإمام بدر الدين الزركشي الشافعي في المنثور في القواعد، وما كتبه ابن نجيم في القواعد، وما كتبه القرافي المالكي في الفروق، وغير هؤلاء الكثير مما يمكن أن يعد أصلا لما نحن فيه الآن، فإنهم انتهوا إلى أن العقود بشروطها وأركانها إنما كانت لضبط التعامل المالي. هذه العقود إنما هي صيغ للتعاملات المالية الجارية بين الناس، والشروط التي وضعت بدقة كبيرة من قبل هؤلاء الفقهاء إنما كان القصد منها ضبط المعاملة بما ينفي عنها الغرر، بما ينفي عنها الغبن، بما ينفي عنها الإكراه، بما ينفي عنها التدليس إلى آخره، أو بما يؤكد بمعنى آخر بما يؤكد المبدأ الكبير في العقود وهو مبدأ الرضا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذا المبدأ من المبادئ الأصيلة التي تعالج قضية المعاملات المالية. هذا أولا، وهذا ما نريد أن نؤكد عليه تماما، بأن التعامل المالي مضبوط لدى فقهاء المسلمين ضبطا صحيحا تاما. ثم إننا نريد أن نؤكد على قضية أخرى قد تكون وهي مفيدة طبعا وهي لازمة في هذه المعالجة في هذه الندوة، وهي أن الله سبحانه وتعالى حرم الربا تحريما قاطعا، بما يعني أنه لا يمكن لأحد ما أن يأتي في زمن ما تحت أي مبرر من المبررات وأن يقول بأن الربا قد أبيح للضرورات الاقتصادية أو للمشكلات التي نعانيها في المجتمع. الربا آفة اقتصادية شديدة، لا يمكن لأي مجتمع ما أن يتحمل هذه القضية أبدا، بل إن من يتجرأ ويبيح الربا فإنما هو يعطي هدية لدمار المجتمعات. ولعلنا في الآونة الأخيرة عندما حدثت الأزمة المالية العالمية
كان أحد أسباب هذه الأزمة هو تفشي ظاهرة الربا. هذه أيضا لابد أن تقال في مثل هذه الندوة، وهي أصل من الأصول التي نرتكز إليها. ثالثا، وهذه قضية مهمة أراها أيضا في توصيف المعاملة في معالجة القضية الآن، وهي أننا عندما نأتي إلى معاملة ما، معاملة مالية أو أي قضية من القضايا، فإنه لابد أولا من توصيف هذه المعاملة توصيفا صحيحا دقيقا محيطا